الرحيم توصلنا بالخبار ديال دوك خوتنا المغاربه هذوك الشوج ديال المسلمين اللي ماتوا الشهداء. كيقولوا العلماء شنو بنادم اللي مات شهيد هو واحد السيد اللي جاو قتلوه على حقاش هو مسلم ولا حقاش هو نصراني ولا حقاش هو يهودي ولا على حقاش هو مغربي قتلناه. هذا كيتسمى مات شهيد. هذوك الناس ما داروا والو مسكينين، مشاو انتلفوا، ما عندهم لا سلاح ما عندهم والو، جاو سولوا داروا وضربوهم وقرصوهم هذوك الزارجيريان. بغيت نقول لهذوك الزارجيريان الروح ديالهم راه عزيزه على الله ديال هذوك اللي قتلوهم، وراه الروح ديالهم كتغوت عند سيدي ربي حتى كي يشد الحق ديال ديك الروح اللي مشات لديك الدنيا. وسيدون كان طبون من البريزيدون طبون باش يطلق داك المغربي، خصو يطلقو لأنو داك اللي مدار والو شاب لا سلاح بلا والو. وكان طلبو منك السي طبون انت راجل كبير الله يعطيك العمر في المغرب ديك ترجع هذا الوقت باش تلقى سيدي ربي وطلق لنا هادوك المغاربة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.